كل الحضارات القديمة والممالك العظيمة اللي ازدهرت على مر التاريخ. عرفنا حكايتها من آثارها ومعمارها، وقمة إبداع أي حضارة تلاقيه ظاهر في دور العبادة. معابد لسه صامدة من آلاف السنين، ونقوشها بتحكي تاريخ عظيم لبشر عرفوا أسرار الكون وأبدعوا في العلوم والفنون، وشيدوا المعابد الضخمة بطراز معماري روعة. هي اللي حكت حكايتهم وعرفتنا مدى عظمتهم، وتيجي مصر على رأس القائمة بمعابدها الفرعونية ومساجدها الفاطمية وكنائسها الإغريقية. دور العبادة الأثرية في مصر مش بس بتحكي تاريخها، دي بتحكي تاريخ البشرية. عشان كده مش غريب ولا جديد علينا واحنا بنبني عاصمتنا الإدارية إننا نمشي على خطى أجدادنا ونبدأ ببناء دور العبادة. رئيس الجمهورية زار الكاتدرائية المرقسية في العباسية يوم 6 يناير 2017 مساء للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وأعلن إنشاء أكبر مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. دور العبادة على مر التاريخ هي النواة اللي بتبنى عليها عواصم الدول، سواء مسجد أو كنيسة. فأي مبنى دور عبادة بيعتبر هو ده الأثر اللي بيبقى على مدار الزمن وبيبقى معبر عن حضارة الدولة في هذه الفترة. احنا هنا في دور العبادة عموما بنستخدم نسب مش طبيعية، أبواب الضخمة، الارتفاعات الضخمة، بحيث الإنسان وهو داخل بيحس إن هو ضئيل قصاد هذا الحجم. الإضاءة تبقى خافتة بقدر الإمكان بحيث تدي الخشوع والورع. ده إحساس المهندس المعماري هو اللي بيتحكم فيه كتصميميا. دي حقيقة فرع التصميمات بإدارة المهندسين العسكريين. هنا المطبخ اللي بيطلع كل المشاريع اللي احنا شغالينها، اللي حضرتك بتشوفوها موجودة في الافتتاحات وهكذا. طبعا قبل ما ابدا اي مشروع لازم اعمل بحث عن مشاريع مماثله لي، ابدا اشوف غيري وصل لفين عشان ابدا اكمل عليه وابدا اضيف للمشروع الجديد اللي انا هعمله. فبدانا نتجه للطراز الفاطمي وبدانا نشوف المفردات بتاعته ايه، وبدانا نطبق الكلام ده ونستخدمه بما يتناسب مع العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. انا دايما بميل ناحيه ان انا امزج التقليدي بالحديث. بحثت في روائع الفنون والرسومات المعماريه على مستوى تاريخ الكنيسه، وجدت كنيسه بالفعل معموله في القرن السادس الميلادي في منطقه ابو مينا بمريوط، ودي الفكره اللي استوحيت منها الفكره بتاعت الكاتدرائيه بتاعت العاصمه الاداريه. الكاتدرائيه تتميز بميزه كبيره قوي غير معظم الكنائس اللي في مصر، ان هي بدون اعمده من الداخل. هو فعلا امر صعب جدا من الناحيه الانشائيه ومن الناحيه المعماريه، عن ان انا احط مجموعه اعمده ممكن تشكل عائق وتخلي المصلي ممكن يكون مشتت الانتباه ان هو يتابع اللي بيحصل. اي منشأ عادي بيتبنى بتبقى المسافه ما بين الاعمده مسافه تتراوح من 3 ل 6 متر 7 متر ماكسيمم يعني، لكن هنا احنا عندنا المسافه كانت كبيره جدا. عايزين نعمل صحن الكنيسه على ارتفاعات عاليه وعلى مسافات عاليه ما بين الاعمده. ابتدينا نستعيد عن ده ان احنا نعمل منشآت معدنيه عباره عن شدات معدنيه تتحمل هذه المسافات على اساس نقدر ننجز في الوقت. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نرفع الدوم، دي كان تحدي كبير طبعا. جامع الفتاح العليم واحد من اكبر 4 جوامع في العالم، يستوعب 17,000 مصلي. كاتدرائية ميلاد المسيح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، مصممة على هيئة صليب ضخم ومحاطة بأسوار بطول 1000 متر. الجامع بيضم 7 قاعات مناسبات تتسع ل2440 فرد، وله 4 مآذن ارتفاع الواحدة 95 متر.
ووزن قبته 5000 طن وعرض قطرها 33 متر وارتفاعها 44 متر. منارة الكاتدرائية طولها 60 متر وقطر قبتها الكبرى 40 متر وارتفاعها 39 متر، وفيها قاعتين كبار للعبادة وتتسع لأكثر من 7500 مصلي. فعلا كان التحدي بالنسبة لنا هو ده، التعامل مع هذه الارتفاعات مع الضخامة اللي فيها مع الوقت ضيق مع المساحات الشخصية، وده اللي خلانا نلجأ لبعض الأفكار التنفيذية الغير مسبوقة والغير تقليدية اللي توفرنا في الوقت وتضمن لنا كواليتي عالية في تنفيذ هذا المبنى. اضطرينا نعمل جزء منها على الأرض وشطبناها بالكامل بالتشطيب بتاعها اللي هو جي آر سي، وبعد كده جبنا ونش كبير ورفعناه. السلم الداخلي بتاع الونش حديد، فبنطلع بايد ورجل. ان احنا نطلع المسافه دي كلها مش سهله، فبنعمل استراحات فبتاخد حوالي ساعه الا ربع او ساعه، فمن الصعب ان انت تطلع وتنزل، وبعدين انت بتطلع مش عايز تنزل، انت عايز تخلص وظيفتك وانت فوق. الصعوبه ان الرياح بتبقى شغاله وانت بتبقى شغال، السطل بيبقى متعلق، بيقعد الهواء بياخده ويروح ويجي. في ناس بتطلع ما بتقدرش اصلا تقف، مش تشتغل تقف بس، الدنيا بتختلف فوق خالص، اكنك راكب طياره. مفيش حاجه في نفس حجم قبه الفتحه العنيده. قطر القبه اكتر من 40 متر وارتفاعها 25 متر، يعني اعلى نقطه فيها حوالي 45 متر عن سطح الارض، تعتبر اكبر قبه موجوده للمسجد في دمشق مصر العربيه. جمعنا القبه الداخليه تشطيبها على الارض بشاسيه ببلاتفورم ورفعناها بالكامل. القبه دي اصلا بيتحمل فيها احمال حمل مركز 8 طن ونص نجفه لاكبر نجفه اتعملت. النجفه دي قطرها 15 متر وارتفاعها 5 متر ووزنها 8 طن ونص. عشان مشروع زي ده ينجح النجاح ده ويخلص في الوقت القليل جدا اللي هو خلص فيه، سواء اعمال الخرسانات والانشاءات او اعمال التشطيبات، احنا هنا شغالين 4 شركات، محدش بيفكر في مصلحته هو بس، او ان الامكانيات المتاحه ليه يستخدمها هو، ما كانش المشروع ده عمره خلص في الوقت ده. طبعا كان بيحصل خلاف شديد في وجهات النظر، لكن الهدف اللي كان محطوط قصادنا ان احنا عايزين نخلص اكبر جامع واكبر كنيسه في وقت قليل جدا، كان بيخلينا ان احنا نحل معظم هذه المشكلات. كان هدف برضو الاهتمام بالكواليتي او بجوده المنشات وبالذات جوده الخرسانه في الكنيسه وفي المسجد. المشروعين ما كانوش حكره على جهه ولا شركه. مصر استفادت من كفاءات وخبرات ومواهب كل ولادها، رجاله وستات، فنانين وصناعيه واسطوات، كل واحد ادى دوره باعلى درجه من الحرفيه، وكلهم كملوا بعض واشتغلوا بروح الفريق. كلها عبارة عن خبرات مصرية، ما فيش أي خبرات أجنبية شاركت في هذا العمل من ناحية التصميم أو التنفيذ. حتى يمكن أغلب الخامات المستخدمة كمان في المسجد خامات مصرية، موضوع مؤثر جدا بالنسبة لكم الشغل اللي اتفتح للعمالة، بقى في استمرارية للعمل ليهم كتيرة بالإضافة للخبرات اللي اكتسبوها. ما بننامش قادلنا شهر وفي ورديتين شغالين، ورديه الصبح ورديه بالليل، ومسافه السقالات بعيده جدا، يعني بتوصل 42 متر. فساعات الموبايل ما بتسمعش، بحاول انادي عليهم فخلاص صوتي راح يعني. الفن الريبتي اصلا امتداد للفن الفرعوني، كل ما هو مكتوب في الكتاب بنكتبه بس بالفرشه، وكل حاجه ليها معنى. التركيب صعب جدا. في معايا كنت جايب حوالي 12 واحد بنركب، مش يومينهم اربعه انهم كانوا عاملين فوبيا الاماكن العاليه، عشان ننزل 38 متر ونطلع تاني الموضوع صعب، يعني لو فرشه وقعت تبقى مشكله. حضاره جديده بتحصل في مصر، كان احساس يديك دفعه. حجم جامع بالكم ده في 20 شهر مستحيل. احنا عملنا الابواب والشبابيك والبدروم، المنبر، كرسي المقرئ، الايات القرانيه، الابواب بتاعه القاعات، شغل القاعات. تعبنا جدا في الجامع، يعني 8 ساعات وناس تستريح وناس تشتغل 8 ساعات، كنا بنخلي يوم 3 ايام. الاستاذ المعشى بيضفي على المكان رهبه، عشان المكان ده مقدس، سواء كان مسجد ولا كنيسه ولا دير ولا معبد ايا كان. مصمم الأول بيرسم اللوحة